السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، معكم عمرو عبد العزيز، والنهارده هنشرح قاعدة الوحدة الأولى في منهج اللغة الإنجليزية. يلا. طبعا زي ما انتم شايفين إن قاعدة الوحدة الأولى اسمها necessity and lack of necessity، الضرورة ونقص الضرورة. يعني إيه الضرورة ويعني إيه نقص الضرورة؟ الضرورة يعني شيء ضروري من اسمها، حاجة إلزامية، يعني الشيء ده لازم تعمله، كان لازم تعمله، هيكون لازم تعمله، اختلاف الأزمنة. طيب في حاجة لازم أركز عليها في الضرورة، مين اللي بيلزم مين؟ الإلزام ده جاي منين؟ أنا اللي بلزم نفسي ولا أنا بلزم حد أصغر مني؟ ولا في مثلا مديري بيلزمني، القائد بتاعي بيلزمني، مين اللي بيلزم مين؟ دي الفكرة في الموضوع بتاعنا. في الأول وفي الآخر ده إلزام، يعني شيء ضروري. في جدول كده بسيط لازم نعرفه ونفهمه ونفهم كل الكلمات دي بستخدمها فين وإمتى وليه، وبعد كده هتلاقي الموضوع بسيط جدا. أولا في إلزام في زمن البريزنت، البريزنت اللي هو زمن المضارع، زمن المضارع. في زمن الباست، بلزمك في حاجة في الماضي، كنت بلزمك. فيوتشر في زمن المستقبل، بلزمك بحاجة لسه هتحصل. طيب فين الكلمات اللي بتدل على كل زمن؟ أولا في زمن المضارع في عندي ماست، ماست اللي هي بمعنى يجب. طبعا زي ما انتوا عارفين ان ماست، خد بالك احنا هنحلل كل كلمة في الجدول اللي قدامنا، مش هنقرأه بس كده وخلاص عشان نعرف احنا بنعمل ايه. must دي معناها يجب، فعل ناقص. يعني ايه فعل ناقص؟ يعني انا محتاج وراه مصدر الفعل، must محتاج وراه مصدر الفعل وبيجي مع اي فاعل مفرد او جامع. النوع الثاني have to أو has to. طبعا كلكم عارفين إن have بتيجي مع البلورال الفاعل الجمع، وhas بتيجي مع الفاعل المفرد، وto بيجي معاها مصدر. في التركيبة دي فعل في المصدر بمعنى يجب أو مضطر. التركيبة الثالثة have got to has got to. نفس اللي قلناه فوق، have جمع has مفرد، مفيش مشكلة. التركيبة الرابعة need to needs to، في حاجة أن. طيب الأربع كلمات دول بستخدمهم فين؟ في زمن المضارع. يعني إيه زمن المضارع؟ يعني لو جاب لي كلمة تدل على زمن المضارع، أو الجملة السنس بتاع الجملة، إحساس الجملة بتاعتي ترجمتها في زمن المضارع، يبقى أنا بتعامل مع دول، مع اختلاف بسيط بين must و have او has to. ده لازم نعرف الفرق ده ونعرفه النهارده ان شاء الله، في فرق بسيط بينهم. طيب في زمن الماضي had to، كلمة must احنا قلنا فعل ناقص، الماضي بتاعه had to. يعني لو قلت I must study، انا يجب ان اذاكر، عايز اخليها في الماضي. ايه ده؟ ده must ملهاش ماضي. لا ليها، had to، يبقى I had to study. Have has to الماضي بتاعها had to، يبقى الثلاث كلمات الماضي بتاعهم had to. طبعا need او needs الماضي بتاعها needed، needed to، كنت بحاجة ان في زمن الباست اللي هو الماضي. الفيوتشر كلمتين اسهل من بعض، will have to will need to، سوف تكون بحاجة أن، سوف تحتاج أن، الاتنين بيدوا نفس المعنى، مفيش عندي مشكلة، بس الزمن بيكون future. طيب بصوا التلات تركيبات دول، it's necessary for الشخص، it's necessary for الشخص يعني من الضروري للشخص الفلاني، to والمصدر أن يفعل.
طب التركيبة دي يا مستر بتساوي انهي تركيبة فوق وانهي زمن؟ ده في عندي اتس ات از. طب از دي زمن ايه؟ مضارع، يبقى بتساوي اي واحدة من دول في زمن المضارع. كل دول بيعبروا عن ضرورة في زمن المضارع. يعني مثال، لو انا قلت it's necessary for علي to come، ترجم كده معايا، من الضروري لعلي ان ياتي. عايز استخدم اي حاجه من دول، عايز استخدم مثلا must، هو مين اللي يجب انه ياتي؟ علي. يبقى انا هبدا بعلي، يجب يبقى must، والفعل في المصدر come. ايه ده، التركيبه دي كلها بتساوي التركيبه دي البسيطه دي؟ ايوه، it's necessary for علي to come، يبقى علي must come، علي يجب انه يجي. طب انا عايز يا مستر احط have او has to. علي مفرد، علي مفرد، يبقى ياخد ايه؟ has to، يبقى علي has to come. طب انا عايز احط have او has got to، علي has got to come. طب انا عايز احط need او needs، علي needs to come. ايه ده، needs ولا need؟ needs، عشان علي مفرد. يبقى انا فهمت ان التركيبه دي بتساوي الزام في المضارع. انا بس ببسط لك الموضوع كله بتركيبه واحده بتدل على الزام. التركيبه الثانيه، it was، ده was دي ماضي، يبقى بتساوي التركيبه اللي في النص had to و needed to. نعمل مثال، it was necessary for me، من الضروري، كان من الضروري لي ان اذاكر، كان ضروري ان انا اذاكر. عايز استخدم had to، يبقى I had to study، بس I needed to study، بس. التركيبة الثالثة، it will be، سيكون من الضروري للشخص الفلاني أن يفعل الشيء الفلاني. It will be necessary for، ده will دي مستقبل، يبقى بتساوي التركيبتين اللي هم will have to و will need to. مية مية كده، انت كده فهمت ان عندي الزام في مضارع، في ماضي، في مستقبل. بعرفه ازاي؟ بعرف من الفعل اللي بيدل على الزمن. طبعا التطبيق او الحل اهم بكتير او مهم بعد ما عرفت الجدول ده. فاحنا كده كده هنطبق مع بعض وهنرفع تمارين مع بعض وهنحل مع بعض وهنشوف احنا فهمنا وصلنا لفين. ده بالنسبة للجدول. ايه بقى يا مستر الفرق اللي قلتهولي في الاول بين must و have او has to؟ ايه الفرق؟ بص يا سيدي، اولا في عندي استخدام ل must، في بستخدم must في الحاجة اللي جوايا، دافع من جوايا، حاجة من جوايا بتقول لي اعمل الحاجة دي، محدش بيجبرني، دافع من جوايا، زي ما بقول لنفسي I must visit my grandma. بقول لنفسي ايه؟ انا يجب ان ازور جدتي. I must visit، محدش حطلي اجبار، انا اللي عايز اعمل حاجة دي من جوايا. بستخدم must في ايه تاني يا مستر؟ في النصيحة القوية، لما انصح حد نصيحة، بس حاجة يعني ايه، بشد على ايده اعمل الحاجة دي. You must buy that book. You must buy that book. انت لازم تشتري الكتاب ده. انا مش بجبرك، بس نصيحة قوية معنى كده ان الكتاب ده مفيد، الكتاب ده حلو. You must buy that book. تمام جدا، تمام. يبقى must بستخدمها في الالزام الداخلي، حاجة من جوايا، نصيحة قوية، دعوة حارة. بدعي واحد صاحبي مثلا انه يزورني، يجي يتغدى معايا. You must come and have lunch with me.
لازم تيجي وتتغدى معايا. يبقى ماست تاني، بنكرر تاني عشان التكرار بيعلم مين؟ الشطار. يبقى الزام داخلي، نصيحة قوية، دعوة حارة. طيب هاف وهاز تو، اوعى تقرب منهم لما يكون حاجة تبع ماست. ليه؟ لأن هاف وهاز تو حاجة خارجية، إلزام خارجي. إيه ده يعني إيه إلزام خارجي؟ يعني من الآخر أنت الموضوع مش بإيدك، أنت الموضوع مش بإيدك، يعني في حد لازم تعمل الحاجة دي عشانه. المدير بيقول لك تعالى الشغل بدري، لازم تروح المدرسة الساعة كذا، لازم تلبس اللبس الفلاني في الشغل، لو أنت مسافر لازم يكون معاك باسبورت. الحاجات دي كلها بتبقى مش بإيدي، حاجات خارجية، ظروف خارجية بتجبرني. يعني إيه؟ You have to. مادام قلت لك you have to، اللي جاي بعد have to حاجة هتعملها، هتعملها فيها عقوبات لو ما عملتهاش. You have to have a passport to travel. You have to، يجب، have، تمتلك، لازم تمتلك باسبورت وانت مسافر. تعرف تسافر من غير باسبورت؟ فاشي، لازم يكون معاك. يبقى you have to، you have to، لازم. She has to wear a uniform. شغالة في بنك على سبيل المثال، فهي لازم تلبس يونيفورم. مش قوانين الشغل بتقول كده. She has to wear a uniform. يبقى الفرق بين have و has و must، خلاص must دعوة حارة، إلزام داخلي، محدش بيجبرني، نصيحة قوية. أما have و has to إلزام خارجي، والاتنين في العموم ضرورة. الاتنين في العموم إيه؟ ضرورة. تمام، نيجي على آخر حاجة معايا اللي هي mustn't. قبل mustn't، قبل mustn't، في حتة مهمة قوي، حتة مهمة جدا. بص السؤال ده، بيقول لي do you space فراغ come، اخد have to ولا اخد must؟ ركز عشان ده فخ. Do you إيه come؟ Have to ولا must؟ فكر كده لمدة حاجة بسيطة. فكرت؟ فكرت. في منكم اللي قال must، وفي منكم اللي قال have to، وفي أكيد حد فكر هي والسؤال دوت إلزام خارجي ولا داخلي. هنا الموضوع مش إلزام خارجي أو داخلي أو غيره. أنا عندي do، تمام؟ فعل مساعد بيحتاج معاه فعل في المصدر، الفعل الناقص بيشيل نفسه بنفسه. يعني لما احب اعمل سؤال بمست، مست ما تجيش مع دو ولا مع داز ولا مع ديد ولا مع اي فعل ناقص تاني، تيجي لوحدها. تبقى كده must you come، must you come، مفيش حاجة اسمها do you must come ولا did you must come ولا does she must come ولا will she must come. must فعل ناقص، ما ينفعش اسال بسؤال واجيبه هو كفعل اساسي في الجمله في السؤال، لا. يبقى do you have to come، have اللي بتيجي في السؤال، حتى ما ينفعش has، انا محتاج have. المعلومه دي عشان مهمه، كلمه must لما احب اعمل سؤال هي بتيجي، الفعل المساعد هي اللي بتيجي. must she visit me، هل يجب انها تزورني؟ must you study، هو انت يجب انك تذاكر؟ must you make a noise، هو انت لازم تعمل دوشه؟ ما ينفعش اقول do you must، did you must، does you does she must، مفرد وجمع والكلام ده. يبقى must بتشيل نفسها بنفسها، ولو جالي سؤال يبقى في have to كفعل اساسي، لان السؤال بتاعي بايه؟ بdo. معلومه مهمه ركز فيها. اخر حاجه يا جماعه معانا mustn't، معانا كلمة mustn't اللي هي لا يجب. كلمة mustn't دي ما فيهاش هزار،
mustn't دي لما اقولها لك في جملة يبقى الحاجة دي تعملهاش، عليها ضرر، عليها عقوبات، ممنوع، محظور، خلاص ما ينفعش. يعني الحاجة دي it's banned، it's banned، الحاجة دي محظورة. it's forbidden، الحاجة دي محرمة، الحاجة دي ممنوعة. it's prohibited، it's not allowed، it's not allowed، it's dangerous. يبقى mustn't ما بتجيش غير في الحاجة اللي هي ما تعملهاش عشان هتتضر، هتتبهدل، هتتعور، ممنوع، محظور. ما تصورش هنا، ممنوع. you mustn't take photos، ما تلعبش في المكان ده، المكان ده خطر. you mustn't play، تمام. يبقى mustn't خليها كده في حتة تانية كده مع نفسها خالص، ان دي بتاع المحظور والممنوع والحاجات اللي هي ما ينفعش تعملها عشان عليها اضرار وعليها خطر وعليها عليها كتير. يعني كده احنا خدنا الضرورة، تمام، وفهمناها، وهننزل فايل عشان نطبق عليها مع بعض ونشوف درجة فهمنا قد ايه. فاضل عندي lack of necessity، نقص الضرورة، هسيبه مع lesson 3 و 4. lessons 3 و 4 مع الدروس، الدرس الثالث والرابع هنشرحهم مع بعض، عشان في كام نقطة برضو مهمة مش هينفع نطول الكمية قوي في الفيديو عشان نعرف نستوعب قوي ونعرف نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه، وما نقولش كمية كبيرة على الفاضي. فكفاية ده، وبالتوفيق ربنا يوفقكم، وبإذن الله معانا الموضوع الانجليش هيبقى لوبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.